السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم بحلقة اليوم. مثل ما قاعد تشوفون الساعة الدنيا الصبح، الفجر استوني يعني وصلت للمنطقة، مستوني يعني صار لي تقريبا حوالي نص ساعة. مثل ما قاعد تشوفون الضوء استوى قاعد يطلع، قاعد أنا على الشجرة الساعة، قاعد بمنطقة يعني قريب منها ماي، والهدف اليوم هو صيد الغزلان. فمثل ما قاعد تشوفون منطقة هادئة ما بها اي شي، بس اكو صوت بومة، هاي الشغلة الوحيدة اللي شفتها اليوم وسمعت صوتها. هنا أنا يم الماي اكو هواي اثار مال غزلان عابرين من هاي المنطقة، فهذا السبب اللي انا قعدت بيه هنا. أنا ارتفاعي تقريبا حوالي 7 متر عن القاع. مرة ثانية أقول لكم قاعد على كرسي بالشجرة، حتى يعني مثل ما شايفين مسيطر على المنطقة كلها. بس هاي صوت البومة كلش قوي، وتشوفون هنا أنا هاي اجت فوق راسي، شايفيها صار هواي قاعد تصيح، وسا وقفت على نفس الشجرة اللي أنا قاعد عليها. بس ما أعرف إذا اقدر اصورها، صار فوق الغصن تماما، فما قاعد تطلع. على كل حال الحرارة اليوم عندنا بشغلكم 7 تحت الصفر الساعة، موت بارد، ومنتظرين ان شاء الله نشوف بلكة الله يجي لنا غزال. طبعا استوها قام صار بيها مثل الضباب، وصار مثل الانجماد، يعني قاعد قطرات الماي كلها قاعد تتجمد على الشجر بكل مكان، بس منظر يخبل وجو رهيب. دائما بهيجي جو الغزلان تبدأ تتحرك على مود ياكلون قبل ما، لان اكو عاصفة جايتنا ثلجية قوية كلش، فاكثرتهم يقومون يتحركون على مود الاكل. فانا هنا انا ماخذ القناصة وياي، ونشوف شو راح يصير. مع الأسف يعني ما شفت أي شيء، الغزلان اللي إجوا كانوا كل شي بعاد. رجعت للسيارة وهاي بالطريق، شجرة صغيرة سرو، وشوفوا شلون الماي، مو الماي هو بس الرطوبة من الجو متجمدة على الشجرة. أخواني احنا باليوم الثاني للموسم، ومثل ما قاعد تشوفون الهواء يخبل، الجو كلش بارد وثلج قاعد يطيح، فجو انجمادي اليوم. رايح بطريق الساعة على بيت انمار، وان شاء الله اخذه ونطلع للصيد، ندور على الغزلان ونشوف الله ايش راح يرزقنا. انمار راح تصك اليوم؟ السلام عليكم. اي اخوي اليوم صكوكي. هاي قاعدة بثلج، موت برد، والحرارة 27 تحت الصفر. الشعور الحقيقي، هوا بيها يخبل، الهوا تقريبا شكلكم 20 يعني 40 كيلومتر بالساعة الهوا، فمن ما يؤدي الى انخفاض درجة الحرارة حتى شقد، حتى 28 تحت الصفر. فالله يستر طالعين بالطريق، اذا صكينا ما راح ننشر الفيديو، ها. واذا وصلنا بخير وسلامه ان شاء الله ننشره. هنا الطرق صارت كل سيئه، فخففت السرعه مثل ما قاعد تشوفون، قاعد نمشي شوي شوي لان الشارع يصير كل ثلج، فبأي لحظة يعني تروح السيارة تزحلق، ولا سمح الله تجيك سيارة من صوب الثاني، لو تطيح تطلع عن الشارع يعني، فيخوف السياقة كلش تخوف. فإن شاء الله الله يستر، ومتوجهين لمكان الصيد. طبعا هذا الموسم عندنا والموسم الأخير للغزلان، ومو مسموح به غير الأناثي. استونا وصلنا للمكان مال الصيد،
طبعا الجامعة صاكة وقاعد يطيح ثلج، وما ودنا نطلع صراحة على هالبرد، بس عشق الصيد أقوى. فقاعد نلبس هسه الأقنعة والجفوف ونجهز روحنا، وإن شاء الله نتوفق. مثل ما قلت لكم، هم عيد مرة ثانية، هذا اليوم الثاني للموسم، وطالعين عن غزلان. أنمار ما عنده رخصة غزلان، فهو راح يطلع على الفزن فياخذ بندقية الطير وياه، وأنا أطلع بالقناصة، وإن شاء الله نتوفق. بس الجو راح يكون رهيب، الجو يخبل أصدقائي، الثلج يعني مثل ما قاعد تشوفون قاعد يلزق على العيون، وصراحة الرؤية كل صعبة. ف قاعد نمشي وإن شاء الله يوفقنا. أنمار يعني صاك هسه إيديه أصلا ما يقدر يطلعهم من جيبه، بسرعة فوتهم، ومثل ما شايفين الثلج قاعد يضرب على الوجه كل شوي. هنا منطقة زينة لقينا الغزلان، بس قلت لكم الثلج قاعد يتكوم على أي كل مكان، حتى عدسة المنظار. ف راح ارجع باكر وان شاء الله نتوفق. المار عنده شغل باكر ما راح يقدر يجي، فراح اجي وحدي. انا هسه جيت هذا اليوم الثاني، الحرارة اليوم ابرد من امبارحة، تقريبا 28 الى 30 تحت الصفر اليوم. هاي المزرعة مال فاصوليا كنا مشينا على ضفتها على حدودها هذيك المرة، ومثل ما قاعد تشوفونها قدامي قطيع مال غزلان. اكو بس خمس غزلان، وحدة بقت بالشجر ما طلعت، بس بدي اضرب هاي اول نثية من قدام، هاي كلهم اناثي، هي الوحيدة اللي شافتني. يعني مثل ما شايفين مسافة مقرب انا التصوير عليها، بس مسافتها تقريبا حوالي 200 250 متر عني تقريبا. جماعاتها كلها وراها قاعد ياكلون بالفاصوليا، بس هي فراح اضربها، بس ما راح اقدر الصراحه اطلع الضرب. فعلى كل حال ضربتها فاتت بالشجر وشرد القطيع. هاي اجى غزال ثاني، لقيت دم مال هذيك النثية، بس فاتت بالشجر، ما قدرت ادور عليها هواية لان اليوم بعد باوله وانا عندي رخصتين، فقلت اقعد وانتظر. فاجى هذا الغزال الصغير، هذا عمره تقريبا 8 اشهر. هما ينفطمون هنا الغزلان حوالي عمره 4 اشهر وينفطم، يعني يقوم ياكل واحدة بعد. هذا كان حوالي 100 متر عني، بس من البرد الغزال رأسا قاعد يقلع رأسا على الأكل. فكنت هنا أنا بس اريد اتاكد انه مو نفس الغزال اللي ضربته هذا. شايفين المنظر، ف يعني تاكدت انه غزال يختلف عن اللي ضربته من شويه، فراح اتوكل على الله واضربه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي استولي ضربته، اللي صار ورا ما رميته رجع على صوبي، انا ما شايف وين انا قاعد، فراح اقوم لساه واذبحه. الحمد لله قدر يطلع السكين هنا، ودي صاكه صراحه، فصعب التحريك، كل شيء صعب تقدر تحركه، بس خل الحق عليه قبل ما يموت. بسم الله والله أكبر. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله نعمة كريم. خلينا نشوف هسه، راويكم مكان الطلقة،
شوف شلون اصدقائي بالقلب تماما، يعني خوش ضربة، ومع ذلك ركض تقريبا حوالي 50 متر قبل ما طاح. الحمد لله على كل شيء اصدقائي. راح ارجع الساجي بالحبل وابدي اجر الغزال. قلت لكم عندي حوالي 1 كيلومتر كامل جر، والدور ظهري قاعد يوجعني فما اقدر الصراحة اشيل الكبيرة، فراح اعوف الكبيرة الباكر المار يجي لها الفجر، حشيت ويا استوني واخذ بس صغير. فاشيل الغراض مالتي قلت لكم هبدي بالحبل، وبعدين نشوف اول شيء الغزالة هذيك وين طاحت. شوف الطريق ايش قد طويل اصدقائي، وهنا كانت هي الغزالة جاية من هالمنطقة لما ضربتها كانت واقفة هنا. شوف هذا الاثر مالتها، واكو شوية دم طايح فقط من الضربة، يعني اذا تشوفون هاي الثلجة او قطعة الثلج الكبيرة عليها نقطتين دم صغار، صعب شوفتهم بس هاي النقطتين الوحيدات اللي لقيتهم. على كل حال ورا ربع ساعة لقيت الغزالة وقررنا نعوفها هنا الباكر الصبح، لان قلت لكم ظهري يوجعني ما قدرت اشيلها. لسويت السادس زيت موقع الغزالة الانمار، وان شاء الله باكر الصبح هو ابويا يجون هنا ويتعاونون عليه ويجروها، لان قلت لكم ظهري ذابحني وما اقدر اشيل. هاي اجوا ثاني يوم ودزوا لي هذا الفيديو. عندنا هنا مشكلة كبيرة خاصة بهذا الموقع ويا ابن آوى الواوي. الغزال يعني نص راح دايش بادين بي طول الليل وماكلينه يعني، فمع الأسف يعني ما تهنينا بهالغزال، بس الله يعوض شو تسوون. فهنا عندنا على ابن اول موسم مفتوح 24 ساعة طول السنة، ماكو الى موسم. الساعة هنا أنا اصدقائي طبعا هاي ورا يوم ورا ما ضربت الغزال بديت انظف اللحم. عندي هنا فخذ قاعد ابدي بيه، والشغلة اللي بالغزال انه العضلات مالته كلش قوية، فضروري انك توخر الجلد الفضي او هاي الطبقة الرمادية اللي تغطي العضلات، فما وخرتها اللحم راح يكون شوية قوي لان كل عصب من الركض. وحب دائما يعني ما اخلي انا صراحة عظم، العظم كلها طلعة اخلي بس الشرح وش اسمه ولحم للثرم بس. مثل ما شايفين هذا الجلد كله يكون يتوخر عن العضلات، لان هذا بس الطبخة راح يصير قاسي يعني اللحمة تصير قوية مالته. وبهالطريقة يكون يعني كلها ناضفة. طبعا الشرح الزين يبقى للشوي، نسوي ستيك لو يعني شوي بالصيخ حسب، والقطع الصغار تروح للثرم للكباب وما كباب. فهنا أنا عندي هاي القطع الصغيرة اللي ما راح تصير للشوي، نقعها بالماي وما نقعتها غسلتها زين، شايفين يعني صار لونها يختلف، صار فاتح طلع منه الدم. لان الغزال قاعد ينضرب ببندقية يعني هنا ما قاعد ينذبح بسكينة عدل، فهواية من الدم يبقى بالجسم، فضروري انك تغسله وتطلع منه الدم. فورا ما انغسل عندي هاي الماكينة الثرم هنا واثرم اللحم، يعني اثرم مش قد ما اريد طول الشتوية وطول الصيف يعني يكون، والباقي قلت لكم انوزعه. اليوم قررت لان الجو بكلش بارد وثلج برا فما راح اشوي، فبس راح اسوي القلب والشبده مع الغزال بس ورا التنظيف ان شاء الله، وورا ما نخلص من اللحم. طبعا للكباب لحم الغزال يخبل
بس ضروري انك تحط وياه شحم، لان كلش كلش يصير يابس لان ما بي اي شحم. فضروري تحط شوية شحمة بقرة لو خروف وياه تخبط. الشبدة هم نفس الطريقة، هذا الجلد اللي غطي الشبدة مع الغزال لازم تروح تحاول تشلع قد ما تريده حتى ما تصير قاسية. وراح نبدأ الساعة نثرم اللحم ونجهزه للطبخ. هاي ورا ما حبست البصل شوية أضفت البهارات مثل ما شفتوا. الساعة ما بقى شيء غير إنك أضيف الشبدة والقلب عليها. يعني صراحة كاسلت أنا بهذا اليوم، قلت لكم الدنيا ثلج برا كانت، فقلت شنو أسهل طريقة وعلى السريع تصير أحسن شيء هي الشبدة والقلب. أي فراح أخلطه شوية وغطيه خليه يتهدر. بسم الله الله، مكانكم خالي حبايبي، ما قلكم الريحة تخبل. هيك نكون أصدقائي وصلنا لنهاية الحلقة، لأن بعد صبينا الأكل وأنا بعد بطني ما أقدر، لازم يبدأ الحلق بعد يشتغل. على كل حال حبيت أشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله أشوف وجهكم بخير الأسبوع الجاي. ألف تحية وسلام مني، أخوكم حيدر أبو يعقوب ونسرين من ولاية نبراسكا. ألف تحية وسلام. زين.